تشاهدون في هذه الحلقة من أضواء سهيل. المختطفون المحررون، الاحتفاء بالأبطال والقضية، وفي سيئون أسماء تغادر سنوات الانتظار، في الضالع وتعز مدارس من غرف المنازل وأفنية المساجد، المهرة ذوي الإعاقة جاهزون للعمل، وفي حجة منتجات زراعية وفيرة في سوق الكساد. تعز مبادرة شبابية لتحسين نظام الشبكة المرورية، وشرطي مرور يبحث عن المتشردين. أضواء سهيل يأتيكم الجمعة 8 مساء، ويعاد السبت 2 ظهراً.